مدرسة ميدلينغتون المتوسطة هي مدرسة عادية فيها تلاميذ عاديين ومشاكل عادية، ولكن حياتي أنا ليست عادية على الإطلاق، فكما ترون لقد تربيت مع الحشرات. فهمتم الصورة؟ كريبي، لا أصدق أنني هنا. انتظرت طيلة حياتي كي آتي إلى مصنع السكاكين سويتي ماكسويس. سويتي ماكسويس بطل الخاص. أتصدقين كريبي أننا هنا؟ أجل. هل تعرفين كريبي؟ لقد ابتدع مكانا سحريا مدهشا حيث مذاق كل شيء ممتاز وتحصل الأمور وكأنها سحرية. أجل، هيا بنا لنلقي نظرة عليه. في مصنعنا سوف تجدون الحلوى السحرية. في مصنعنا ستأكلون قدر ما تشاءون. أشعر بالسعادة. في مصنعنا سوف تجدون الحلوى السحرية. هذا المكان شبيه بالسكر لكنه أفضل لأن كل شيء مصنوع من السكر. قدر ما تشاءون. ها هو، مرحبا سويتي. مرحبا. 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 لا أظن أنه يمكنه أن يسمعك كريس آليس، إنه مجرد فيلم. أرحب بكم جميعا في عالم السكاكر الفاتن خاصتي. هنا في هذا المكان تسطع الشمس دوما والحياة حلوة وكل شيء لذيذ لتناوله. اصعدوا على متن قطار كاندي كاين. وهذه صديقتي كريبي. مرحبا. ألا تحب سويتي ماكسويس؟ أليس المكان الأكثر فتنة وإثارة في العالم أوكتافيوس؟ أجل، كل شيء لذيذ كي نتناوله. هل أنت من سويسرا؟ أجل. أوه يا إلهي، أنا أحب سويسرا، أنها المكان الثاني المفضل لدي في العالم. والمكان الأول المفضل لديك هو مصنع سكاكر سويتي ماكسويس بالطبع. استمتعوا جيدا بكل المشاهد وتذكروا أن كل ما يحيط بكم صالح للأكل. طعم مواد التنجيد هذه لذيذة. أجل، الحياة حلوة. ليس سيئا. حسنا، ما رأيكم جميعا أن نؤدي اللحن الرئيسي لأغنية المفضلة؟ أجل. في مصنعنا سوف تجدون الحلوى السحرية. في مصنعنا ستأكلون قدر ما تشاءون. هذا رائع. المحطة الأولى ستكون جبل كرة المال. رائع. جبل كرة المال؟ يمكنك الاستمتاع بتناول ما يفوق 100 نوع من الشوكولا والتزلج على منحدرات الفانيلا الشهيرة، أو التنزه بمساعدة الآلي المرشد في جبل سويتي. لا أجيد التزلج. تذكري ما يقوله سويتي دوما، إذا قررت القيام بعمل ما فيمكنك تنفيذه. أجل، هو يتمتع بلمسة سحرية. لقد وصلنا. لا تنسوا، يمكنكم أن تشتروا اللعبة الصغيرة الآلية هانسي الخاصة بكم من متجري بسعر زهيد جداً. أملك منذ الآن مجموعة بأكملها. حقاً؟ أتملكها أنت أيضاً؟
أجل، تسطع الشمس دوما. أيها الصديقان، لن تصدق ما شاهدته. ملعب القرص الصمغي، غابة النعنى، سويدي شخصيا. لا، لقد كان انسي الأمر. ليسعد الجميع، المحطة التالية كهوف الكراميل. هيا اذهبا الآن وسوف ألحق بكما. غرفة التحكم، رائع، نصل الآن إلى نتيجة. حاولنا أن نطلب منك بلطف. ماذا يجري هنا؟ ثمة بعض الأسرار السحرية في هذا المصنع يعجز الأولاد في العالم عن فهمها. لا يمكنني أن أخيب ظنهم. أخشى أن علي أن أطلب منكم المغادرة. إلى اللقاء. قلت لك ارحلي بسرعة من هنا. هيا. حسناً سويتي ماكسويس، ماذا تحاول أن تخفي؟ توقفي، لا يمكنك الدخول إلى هناك. لكن ما هذا المكان؟ يتعلق بأسس الحاجة إلى المعرفة، ولا تحتاجين إلى المعرفة. هيا سويتي، أظهر نفسك. لا تكترثي لهذه الذبابات. ذبابات؟ حسناً، قولي لي ماذا يجري هنا؟ لا شيء. لا وجود لسويتي ماكسويل، صحيح؟ لا. تكلمي. حسناً، كما ترين نحن سويتي ماكسويل نملك وندير هذا المكان، ونصنع السكاكر ونوضبها لتسليمها. وأنتم صغار الحجم إلى حد أنه يبدو أن أشياء تطير كالسحر. صحيح، نحن ذباب صغير ونحفر في حبوب الكاكاو التي يصنعون الشوكولا منها. ابتدعنا سويتي ماكسويت كي نتمكن من تحقيق حلمنا بصنع سكاكر الشوكولا في العالم. كان علينا أن نبتدع سويتي. سأشرح لك لماذا اضطررنا إلى ذلك. من قد يشتري السكاكر من ذباب؟ أليس كذلك؟ أسمعك جيداً. نحن نأسف إذا كان علينا أن نخدع الجميع، لكن أرجوك لا تبوحي بسرنا. أرجوك لا تبوحي بسرنا. أرجوك. أيها الذباب، أيها الذباب، اهدأوا. لا تقلقوا، سأكتم سركم، لكن بشرط واحد. سوف أشتري واحدة من هذه وثلاثة من هذه و... مرحبا كريبي صديقتي، أين كنت؟ يمكنك القول إني قمت بجولة. الحياة حلوة. وقمت بجولة في المكان الأكثر جمالاً وسحراً في العالم. كيف يعقل أن تكون الأمور أفضل من ذلك؟ مرحباً كريس أليس. سويتي ماكسويلز يعرف اسمي. أردت التعبير عن سروري لوجودك هنا في هذا المصنع الجميل. في الواقع كان مميزاً إلى حد أنني قررت أن أدعو قطعة سكاكر جديدة تيمناً بك أنت لتميز هذه المناسبة. ماذا؟ تيمناً بمن؟ شاهدي حلوى كريس أليس الجديدة من سويتي. هذه طريقتها للتعبير عن شكرها. وبالطبع يمكنك أن تقوم بزيارتي عندما تأتي من سويسرا في المرة المقبلة. إليك عنواني، عدني بالاتصال بي. أجل، الحياة حلوة، الحياة حلوة، الحياة حلوة، الحياة حلوة، الحياة. بعد
بعض الحشرات تتغذى من نبتة الكاكاو ومن الشوكولاتة يومياً، وعموماً هي تتغذى عن طريق الالتصاق بنوع الغذاء الذي تفضله، ثم تمتص العصارة منه، وفي الحالتين العصارة تكون حلوة.